بوقت كنا عم نفكر نحضر شو بدنا نعمل بآخر أيام السنة وآخر ساعاتها، بوقت كنا سهرانين مع أهالينا رفقاتنا عم نضحك نشكي همومنا أو نحتفل، ندرس نايمين أي شي. كان في عالم عم بتعاني وتعاني كتير، كان في أفكار سودا براسهم وصلتهم للانتحار، بنفس الوقت كان في ناس عم تتعرض كمان للضرب والإهانات والذل وللقتل. آيات الرفاعي وبسنت خالد. بسوريا وبمصر في ضحيتين بهي الفترة ضجت فيهم وسائل التواصل الاجتماعي، ضحية تخلف وجهل نتيجة مجتمع زبالي بيحكم بالموت على البنت قبل ما تجي، خوف ورعب من إنها تقول في واحد عم يبتزني بصور مؤلي، خوف ورعب إنها تتطلق أو يتزوج عليها وترجع عبيت أهلها بعمر العشرين تنحرم من بنتها. شو هالشي اللي عم بتربوا بناتكم عليه لحتى تتركوهم يستسلموا لمصير بشع كتير، لحتى يخافوا، لحتى توصل فيهم الحالة إنهم يقتلوا حالهم؟ المجتمع كله بحاجة لنفط طبعا، بس هاد صعب. كم بسنتوا آيات عنا وبيننا ومش حاسين وعارفين فيهم؟ آيات، بعد ما حضرت روايات أهلة والقتلة أنا ما بفرق بينهم. أهلة، انتوا قلكم السلطة بعمر الصغير انكم ترفضوا تزوجوها حتى لو بدها، اذا رفضت الدرس فيها تتعلم صنعة او تنمي موهبة، لاحقها هالخطوة، سمعانين انه انحرقت وهي حامل وما اسعفتوها، انه حماتها كانت قاسية، انه عم تحمل جرار غاز بجسد الله ضعيف، انه عم تشتغل خدامة عندهم، انه زوجها بده يتزوج عليها، وضليتوا ساكتين؟ اذا كان عندكم ضمير فمبروك عليكم العذاب يلي رح تعيشوه بموت قطعة منكم، إن قتلت بعد ما انهانت وانذلت عند ناس مو أهلها. أما بسنت، بسنت لما بتكتب هي مش أنا، حرام عليكم. لما لا يعني انتوا بتقولوا ان انتوا او انت صدقت ان هي متفبركة، بلاش اتأكدت، بس صدقت ان هي متفبركة وانت عارف بنتك وكل الكلام. عارف اخلاقها طبعا، عارف اخلاقها وعارف بنتي كويس. ومامتها اكيد اتعاملت معاها كده برضو ولا ايه السبب اللي خلاها؟ طيب لا ما والدتها خلاص اتعاملت معاها، لان انا كنت طلعت بره بقى ساعتها. ايه السبب اللي خلاها طيب عملت كده؟ اي حاجه. نعم، ايه اللي خلاها خدت الحاجات اللي خدتها ومشيت سابت الحاجه؟ معناها انتوا عاتبتوها، يمكن عنفتوها لفظيا، ما كنتوا حتى بكل معنى الكلمه. الاهل ملامين، الجنات هون مو بشر، بلا ضمير بلا أخلاق ودين، بكل الحالات هن مجردين من كل شيء اسمه إنسانية. بس لو في سند حقيقي، لو في توعية وتربية صح، لو في مجتمع صحيح بيوعي البنات على حقوقهم وعلى أنه هن مش لحالهم، على أنه نحنا حدك ما رح نضرك أو نتخلى عنك، ما كانت بسنت انتحرت ولا آيات ضلت عند القاتل لتموت على إيده وإيد حماها وحماتها. كمية الوحشية بالحالتين كلنا منتحمل مسؤوليتها، نحن المجتمع المنافق الجلاد، الدين يلي عم تعلموهن يا بطريقة غلط، وحتى أحياناً القوانين الظالمة، الكل مسؤول عن هالجريمتين يلي صاروا بحق بسنت وآيات وبحق كتار ما منعرف عنهم. كل الرحمة والمغفرة لأرواحكم، انتو هلأ بمكان أحسن كتير من هيك مجتمع ومن أهل ما عرفوا قيمة الضنا يلي جابوه، الله يرحمكم ويجعل مثواكم الجنة. أما انتو يا مجتمع يا أهل، بتمنى تكون قصص الضحيتين عبرة ولو بنسبة ضئيلة لمجموعة من العالم والأشخاص، لحتى تعرف تعلم بطريقة صح وتوعي بطريقة صح. هيدي البنت روح، روح عطاكن ياها رب العالمين، مش لحتى تنقتل وتنهان وتنذل، ومش لحتى منصدقها، ومش لحتى نعنفها لفظيا أو جسديا. انتي اليوم بال2022 حقك تحكي، حقك يكون لك صوت تحكي فيه عن قصتك. الله يرحمكم. مسؤول الجريمة يعني وقت اندراني الخبر، يعني انه لجأت انه تليفون ما تنازلوا انه يقولوا لي بنتك ماتت، بعثوا لي اياهم كتابة انه بنتك توفت، تعي جيبي عمو وتعي على المشفى، انه تكون ودانا جديدة وتنحرم ضناها. قلة التعليم للبنات، نحن ما وصلناها، وصل صف التاسع انه تجوزت، نحن بدنا البنات يتعلم
يتفتحوا يدرسوا الحياة. طبعا احترقت البنت، انقلب عليها طنجة على بطنها وهي حبلة، وهن ما انقذوها يعني ما اسعفوها. انت ملحد كان الموضوع ده كان يوم الجمعة اخر مكالمة قبلنا من الروح، اخر مكالمة ليه كان قبل الفجر كده بشوي. قالت لي مام بالله عليك انا كلت وشربت ويا ركها ناشف، انا كلت وشربت يا مام، خد علاجك وكل عشان خاطر يا مام كل خد علاجك، انا حلوة زي الفل وحرجع لك بس انت الصوب، انا يا مام حنرجع لك الصوب بس بالله عليك كل وشرب عشان تاخد علاج. انا قلبي موجوع، دي مش ممكن يحصل لبنتي، يحصل لبنت اي واحد، بنت البلد بنت ممكن يحصل لاي بنت تانية مش بنت لوحدي. المفروض اي حد يتدخل في المواقع دي او يعمل العمل دي، ده اولا شرف عيلة وشرف بلد وشرف الدنيا بحالها. المفروض الناس دي تاخد اكثر عقوبة، واحنا طبعا واثقين في القضاء بتاعنا طبعا.